اوقات بياخد not the best decisions. He needs a shooter for sure. وعم شوف مستوى كتير عاطل. كنت تفوت من طاقة الحمام. ايه وقتا كانوا يسكروا. ليه عطول عم نحارب لعيب لبناني financially؟ هلا انت بالبيرسونال لايف تبعك فيك تعمل تعطي نصايح، فيك تكتب كتاب. حرام بكون في عالم ما بتفهم بالباسكت بس بدها تحكي لتحكي تنتقد. كانت شغلة كتير غريبة انه ينزل واحد fast break stop and shoot the three. أندر لعيبة هن الشوترز ما بتلاقيهم كتير. أصعب شيء هو السنة اللي كنت فيها بتشاينا، توفى البابا وكان عندي problems with my wife and financial issues كلهم مع بعضهم.